الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذي بعث بتتميم مكارم الأخلاق الذي لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثال له ولا مبدل ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجانا ورفوقنا ورحيمنا ونذيرنا وبشيرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما
واليمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغناه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم بارك الله لنا ولكم ولجميع المسلمين بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بدره الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ونسأل أن سيدنا ونبينا وسيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الخلفاء الراشدين خصوصا على أفضلنا وهمتنا وقوة ديننا وسادتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن علي وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أم مسجد النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أبي المهتمين بين الناس وما سيد حمزة والسيد عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة والسائر المهاجرين
المهاجرين والأنصار والتابعين الأموال الأخيار المحصلين الأبرار القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولمشايخنا ولقربائنا ولمن هو حق علينا ولمن أحسن إلينا ولأوصانا بنور الخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صلاتا وأعواتنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وارضنا ببرك عن من سواك. اللهم أنجد الإسلام والمسلمين. اللهم أنجد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والفجر والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر صديق نبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اصدم الخطأ في نبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله اتقوا الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم. اذكروا الله تعالى يذكركم. اذكروا الله تعالى يذكركم. وادعوه يستجب لكم. وذكر الله تعالى اولى واعلى واجل واتم واهم واعظم اكبر.